أنا لمى الخليوي، انضميت للصندوق الصناعي في عام 2021. قبل كذا كنت أشتغل في القطاع المصرفي لعدة سنوات. الآن أنا أشتغل كرئيس فريق في قسم إدارة المحافظ. هذا القسم إحنا مسؤولين ويتمحور دورنا الأساسي عن رحلة العميل كاملة فور اعتماد قرضه. في الصندوق إحنا نشوف نفسنا شركاء للعميل، ويهمنا جداً نجاحها، عشان كذا نقدم له خدماتنا ومنتجاتنا اللي تساعده إنه ينشأ مصانع جديدة أو يطور ويستحدث مصانع قائمة، ونوفر له الاستشارات الإدارية والمالية والتسويقية والفنية، ونعمل كمان لأن إحنا نمول قطاعات عديدة، منها قطاع التعدين، منها قطاع الخدمات اللوجستية، منها قطاع الطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الأخرى. حقيقة أنا جداً فخورة أني أنا جزء من الصندوق الصناعي اللي يعتبر الممكن المالي الرئيسي للتحول الصناعي في المملكة ويخدم رؤية 2030.